السلام عليكم اخواتي، كديرين بخير؟ بس يكون تمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الماسك اللي جد رائع كنحتاجوه خصوصا في هذا البرد هذا، وحتى من غير البرد يعني كينقي البشره كيقع، وباش زوين انه كيناسب جميع البشرات للتقشير والتنظيف وحل المسام، البشره الجافه انها كترطب، انها يعني بزاف ديال الحاجات. والمكونات عندي القهوه العاديه اللي هي تكون حبوب، قش داك الحبوب هما اللي كنحتاجو، عندي العسل الحر او لا اللي ما عندوش العسل الحر ديال العسل العادي، وكنحتاج الكوكو البنات، هذا الكوكو هذا ديال البيو طبيعي البنات، هذا سميتو راه كيكون في اليدل ولكن ماشي متواجد ديما، كيحطوه مره ردوا لي البال، وراه كيبقى عندك كتحتاجي في عده وصفات. وحتى بالنسبه لازاله الماكياج البنات راه جد رائع ومفيد للبشره، من بعد ما كتزيني به تحيدي به الماكياج ديالك كيخلي البشره ديالك رطبه ونقيه، وفي نفس الوقت حتى يعطيها حتى واحد الرطوبه ان البشره ديالك تولي رطبه. المكونات البنات غادي نضيف في المقادير جوج معالق ديال القهوه، وكنضيف ليها واحد جوج المعالق كيف ما كيبان لكم ديال العسل، العسل راكم عارفين دابا مع البرد كيكون شويه جامد. وحتى بالنسبه للكوكو البنات كنديروه في الثلاجه كيف البرد كيف الصيف، حقاش هو يا دغيا كيذوب، ماشي ما كياخذش الوقت باش كيذوب لينا، مجرد ما كتحطيه على الجلد هكا واخا يكون جامد هكا تحطيه وكيذوب كيف ما كيبان لكم، راه جامد معايا ولكن ماشي مشكل كيكون رطب. كناخذ واحد المقياس ديال واحد جوج معالق هكا، وهاد الكميه البنات راه كنستعمل كنخلطها هكا وكنديرها في واحد القريعه وكنخليها يعني ما كتخسر ما حتى شي حاجه تبقى عندها حتى كتساليها، ماشي مشكل كيف ما كتشوفوا درت جوج معالق جوج معالق جوج معالق، وغادي ندمج العناصر ديالي هكا مزيان. وغادي نجيب واحد الكاسرول اللي درت فيها الماء وخليته تبخر ندير ليها حمام ماري، وغادي باش المكونات تذوب وتتجانس مع بعضياتها كيف ما كتشوفوا مع ديك السخونه مع الزيت والعسل كيكونوا شويه قاصحين في هذا البرد هذا، كنحصل على هذا السمك كيف ما كتشوفوا. وغدا ملي كتديري كديري هكا فوق البشره ديالك العنق ديالك، حتى هاد الوصفه كتليق حتى اليدين حتى كاع المناطق اللي بغيتيها تقشر وتكون رطبه ديري ليها هاد الماسك هذا. كما كتشوفوا مع العسل كيكون شويه شاد، كناخذوا واحد شويه الماء هكا كدهني البشره ديالك، هي كدهنيها هكا يا صافي، وكديري الخليط كيتسرح معك بواحد السهوله وما كيضركش في البشره ديالك بهذا الشكل هذا. صافي كنبقى نفرك بها هكا، يعني اول مره فاش كنديرها كنخليها واحد المده ديال 5 دقائق حتى كتشربها الجلد والجلد ديالنا يرطب، ومن بعدها عاد باش كنبدا ندير هاد الحركات الدائريه هكا وبواحد اللطف ماشي بالجهد هكايا، ونبقى نماصي هكا بشويه بشويه هكا كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هكا. صافي من بعد البنات هكا دائري باش حتى داك كديري حتى المساج للجلد ديالك دوك المسام وداك سميتو، هكا كتفركي بواحد الطريقه اللي تكون لينه ماشي ما كتبركيش. وهاد الوصفه البنات راه كتليق لجميع البشرات واي واحد ممكن يديرها، حتى بالنسبه للبنات اللي باقين صغار وهكا فيهم الحبوب وهذا غير يبقاو يماصيوه بشويه، راه كتنقي صراحه كتنقي كتعطي واحد النتيجه اللي رائعه. حتى بالنسبه للبنات اللي فيهم الكلاف الا داوموا عليها راه كتقشر كتحيد داك الجلد الميت وداك الجلد سميتو كيطلع جلد اخر كيجي كيتعطينا واحد النتيجه رائعه كما شفتوا. انا راه ديك القرعه راه كان عندي ما كتخطانيش هذه الوصفه، راه كن بحال هكا كنخلطها وكنديرها فيها وكنحطها في الدوش فين ما احتاجيتها كنستعملها، وحتى كتقاد ليا عاوتاني وكنعاود نديرها، تقادات ليا البنات وداكشي علاش قلت بغيت نصايبها وقلت نشاركها مع البنات يستافدوا منها، لانها صراحه كتستحق التجربه.
وراه في واحد الوقت وجيز غادي تبين لكم النتيجه، راه ماشي ما كتطولش في سميتو ديالها، دغيا كتعطيك ترطيب وكتعطيك نقاء رائع. صافي دابا كيف ما كتشوفوا كنوريكم كيفاش تماصيو الماسك وكتغسليه، كتحصلي على واحد النتيجه اللي مرضيه ورائعه الصراحه. نتمنى تجربوها وتداوموا عليها، انا ما كتخطانيش. وهاد الزيت البنات كيف ما قلت لكم راه ليه استعمالات عديده وعديده، والصراحه اللي لقاته كنصح انها تاخذه، انها غادي تستافد منه بزاف ديال الحاجات، وفي واحد الكميه اللي هي كثيره كثيره كثيره. وحتى بالنسبه كيف ما قلت لكم المزيل الماكياج، مزيل الماكياج اللي رائع وكيخلي الجلد رطب رطب رطب. ونخليكم ان شاء الله في فيديو قادم، ونتمنى تستافدوا من هذا الفيديو.